بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. مراجعة تكنولوجيا المتميز للمنهج بالكامل إن شاء الله لآخر العام للصف السادس الابتدائي. هنبدأ بإذن الله تعالى ونحل أسئلة صح وغلط. هنبدأ أول حاجة، بيقول لي لا يمكن استخدام برنامج الجامب إلا على نظام تشغيل واحد. هنقول له طبعا الكلام ده صح ولا غلط. هنقول له طبعا إن الكلام ده طبعا هتكون الإجابة خاطئة، لأن هو بيشتغل على كذا نظام، مش على نظام واحد، فهتكون خطأ. برنامج الباوربوينت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، اللي احنا بنشرح عليه دلوقتي، يعتبر أداة مفيدة لإنشاء العروض التقديمية. طبعا صح، أهو احنا بنعمل عليه عروض تقديمية، فعشان كده صح. طيب، لإضافة خط جديد نقوم بتحميل الخط وإسقاط ملف الخط الجديد في مكتبة الخطوط. إجابة صحيحة. التحدث بوضوح وإظهار الثقة بالنفس من الأمور الواجب مراعاتها عند تقديم العروض التقديمية. إجابة صحيحة. تسعى مصر لتصنيع سيارات كهربائية محلية الصنع بسعر مقبول. أيوة، إجابة صحيحة. سيارات كهربائية لتقليل التلوث. كل الناس تثق في الذكاء الاصطناعي ولا يتردد أحد في استخدامه أبدا. لا، إجابة خاطئة. في ناس كتير بتتردد في استخدام الذكاء الاصطناعي. تسمح أنظمة التشغيل للمستخدمين التواصل مع الكمبيوتر بسهولة. إجابة صحيحة. ليس من الضروري التدرب على العروض التقديمية قبل تقديمها. إجابة خاطئة. ده من الضروري للتدرب على العروض التقديمية. شركة التكنولوجيا ألوي هي إحدى شركات تصنيع الروبوتات. إجابة خاطئة، مش تصنيع الروبوتات. برنامج بار بوينت يسمح بمشاركة المعلومات والصور. إجابة صحيحة. لإنشاء الصيغ في برنامج إكسل نكتب أولا زائد. إجابة خاطئة. كل برامج تعديل وتحليل الصور برامج مفتوحة المصدر. إجابة خاطئة. في برامج مكفولة المصدر. برنامج مايكروسوفت اكسل يعتبر بمثابة نظام لإدارة قواعد البيانات. طبعا دي هتكون إجابة صحيحة، لأن احنا بنشتغل عليه بشكل كلي. من الممكن في برنامج الباوربوينت ده إضافة صور للعرض التقديمي. طبعا بتضيف صور وبتعمل كل اللي انت عايزه كمان، وبتقدمه بالشكل اللي انت عايزه. هنجيبهم من تحت لفوق وتبقى الإجابات واضحة قدامكم. طبعا رقم 2 بقى بيقول لي تستخدم لغة جافا سكريبت لتصميم صفحات الويب الديناميكية. طبعا زي ما انتم شايفين إجابة صحيحة، لأن صفحات الجافا دي بتاعت الجافا سكريبت بتتعمل على طول لتصميم صفحات ويب. سعت الآنسة مندندهار توظيف معرفتها لتحسين البيئة المحلية في جمهورية النيبال. طبعا هي كانت شغالة على إن هي بتحسن البيئة والظروف البيئية الملائمة ليها، فكانت الإجابة صحيحة. يشمل مقدم الخدمات التعليمية المنظمات الربحية والغير ربحية. طبعا إجابة صحيحة، لأن الخدمات التعليمية فيها ربحي وفيها غير ربحي. يعني هنا بنقدم لكم أهو خدمات تعليمية، في ناس تاني بتقدم برضو بشكل بيربحوا منه، برضو بيكون فيه أرباح وهكذا. يعد مايكروسوفت بقى وورد وورد يعني مايكروسوفت وبرنامج الوورد يعتبروا هما الاثنين الاداه الاكثر موثوقيه لكتابه التقارير. ايوه فعلا، لان هما موثوقين وفي نفس الوقت تقدر تغير وتعدل براحتك. فلاتر البريد الالكتروني تساهم في سرقه البيانات. طبعا غلط. ازاي في سرقه؟ هي تساهم في حفظ البيانات وحمايتها. يمكن لسائقي الحافلات في جمهورية النيبال التحول للسيارات الكهربائية بقروض ميسرة. قلنا الكلام ده وشرحناه في أول درس، وقلنا إن هو اللي عنده سيارة بتشتغل بالبنزين أو البترول ينفع يروح يحولها في ويدفع الأقساط اللي باقي عليه على مراحل متعددة. تعتبر لغة الترميز الـ HTML من لغات البرمجة. أيوة طبعا، هي من أولى لغات البرمجة كمان. تنسيق أنظمة التشغيل عملية الاتصال بين الأجهزة والبرامج. طبعا عملية أنظمة التشغيل دي بتنسق عملية الاتصال، ودي إجابة صحيحة. لحل مشكلة جهاز لا يشحن، يعني مثلا لابتوب كمبيوتر تليفون مش بيشحن، نتأكد من البرنامج بتاعه. لا طبعا، نتأكد من الشاحن، يبقى دي غلط. طيب، تطبيقات الملاحة لا تعد أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي. غلط طبعا، لأنها تعد منها، لأنها بتبين لي الطريق وبتمهد لي المعرفة. من خلال برنامج الجي اي ام بي يمكنك تعديل لون العين وتصحيح الصور. ايوه طبعا، من برامج الذكاء الاصطناعي برضو. تشارك جميع المواقع الالكترونيه
تقييمات المستهلكين للمنتجات، لا مش كلها، البعض منها، فعشان كده تكون غلط عشان كلمة جميع. طيب استخدام السيارات الكهربائية لا يحد من انبعاثات الكربون، طبعا هو يحد لان يحد منها لان انبعاثات الكربون بتخرج من العربيات التانية، فعشان كده دي مش هيخرج منها بقى، فعشان كده هنبدا في اللي بعدها. مقدمي الخدمات التعليمية تشمل المتاحف الافتراضية، إجابة صحيحة. المقدمين بتاعت الخدمات التعليمية ممكن يشملوا المتاحف الافتراضية اللي بتشوفها على الشاشات وعلى الانترنت تتفرج عليها براحتك، فعشان كده تشملها. لا يمكن إنشاء الصيغة الحسابية في برنامج مايكروسوفت إكسل، إجابة خاطئة. لأن احنا بنعمل كل الحساب بتاعنا وكل الصيغ الحسابية من خلال الإكسل، برنامج الإكسل. البورصة لها العديد من المخاطر، إجابة صحيحة. أي حاجة في ممكن لازم تكسب وممكن تخسر، يبقى إذن فيها مخاطر. إدارة البيانات يجب أن تتم وفقا لقوانين حماية البيانات المصرية، إجابة صحيحة. تستخدم لغة HTML لتصميم صفحات الويب الديناميكية، إجابة خاطئة. لسه قايلينها برضو إن هي إجابة خاطئة. المرئيات تعد إضافات مملة وغير فعالة لأي عرض تقديمي، غلط. إزاي مملة يعني؟ المرئيات زي اللي أنت شايفه قدامك دلوقتي، ده مش ممل، لا مش ممل، أنت بتكسب معلومة وفي نفس الوقت شايف العرض اللي قدامك، يبقى الكلام ده غلط. الإضافة أعمدة في برنامج إكسل بنختار الكولم اللي هو العمود، وإنسرت يعني ركب أو دخل، طبعا هتكون إجابة صحيحة لأن هو إحنا فعلا بنركب عواميد من خلال الإنسرت كولوم، يعني تضيف عمود أو دخل عمود. يمكن إنشاء عروض تقديمية تحتوي على رسوم متحركة، أيوة طبعا ممكن، وكمان من خلال، بس من خلال برامج معينة مش كل البرامج. يمكن استخدام قواعد البيانات لجمع البيانات عن الأشخاص والأماكن، طبعا قواعد البيانات بتبقى ملهاش معلومات عن مين، عن أشخاص وأماكن. مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم اقتراحات للمستخدمين تعد إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، إجابة صحيحة برضو. يمكن استخدام برنامج المايكروسوفت والوورد لمشاركة المعلومات، طبعا. وجود العديد من المتاجر عبر الانترنت قد يسبب ارتباكا للمستهلكين، طبعا متجد اسعار كتيرة وانواع كتيرة، فطبيعي ان ده ممكن يربكني، يمكن ده غلط، يمكن ده وحش، يمكن ده حلو، يمكن ده اصلي، يمكن ده مش اصلي، فبيعمل ارتباك للناس اللي هتشتري. يساعدك برنامج الباوربوينت على انشاء مواد مرئية جذابة تشد الانتباه، طبعا ايوة صح. طب مكتبة الإسكندرية لا تعد من مقدم الخدمات التعليمية، غلط، تعد ونص كمان، لأنها طبعا إيه بتجهز الكتب والكلام ده. يمكن لخدمات المراسلة أن تعمل على الأجهزة بنظام الأندرويد فقط، غلط، تعمل على أكثر من نظام. التجارة الإلكترونية هي عملية شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الإنترنت، صحيحة طبعا. على الرغم من التقدم التكنولوجي إلا أنه لا يمكن جدولة الرحلات عبر الإنترنت، غلط، بل يمكن جدولتها بكل الطرق السهلة. نظام التشغيل ماك أوس يعد من أنظمة التشغيل المكلفة، إجابة صحيحة. من أنظمة التشغيل المكلف يجب على مصممي أدوات الذكاء الاصطناعي التحيز لآرائهم، إجابة صحيحة. يمر الحصول على قرض من شركة ألوي بإجراءات معقدة ومملة، إجابة خاطئة. يمكننا التواصل عبر برمجيات مؤتمرات الفيديو بدون اتصال بالإنترنت، إزاي؟ إجابة خاطئة. تتفوق خدمات التطبيقات واتساب على خدمات الرسائل النصية في بعض المزايا، أيوة، إجابة صحيحة. ليس من الضروري حماية نفسك من الإنترنت، إجابة خاطئة، ده من الضروري. تتيح لك أدوات التنسيق ببرنامج وورد وضع العناوين وإدراج الصور، إجابة صحيحة. لا يمكن للذكاء الاصطناعي فتح الجهاز بالتعرف على الواجهة، إجابة خاطئة. كل أنظمة التشغيل مجانية ولا تحتاج لأي مقابل مادي لاستخدامها، إجابة خاطئة. في أنظمة التشغيل مكلفة. من مواد الحاسوب السحابية للتواصل في الوقت نفسه منصات مؤتمرات الفيديو، أيوة، إجابة صحيحة. أدوات معالجة اللغة ليست من أدوات الذكاء الاصطناعي، إجابة خاطئة، من أدوات الذكاء الاصطناعي. معظم أجهزة الكمبيوتر تكون مزودة بأنظمة تشغيل محملة سابقة، أيوة، إجابة صحيحة. يمكن للشركات بيع السندات كوسيلة لجمع الأموال، إجابة صحيحة. يمكن التغيير في إعداد نظام ويندوز عن طريق لوحة التحكم، أيوة، برضو إجابة صحيحة. هناك طريقة واحدة فقط للانضمام للاجتماع عبر منصة جوجل ميت، إجابة خاطئة. إجابة خاطئة لأن الطرق متعددة للانضمام لجوجل ميت اللي هو الاجتماع أو الميتنج الاجتماعي اللي بيتعمل.
درست سونيكا ماندهار هندسة في جامعة سنغولاليتي في كاليفورنيا. أيوة طبعا هي درست في كاليفورنيا، إجابة صحيحة. بعدين يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء برامج تعليمية وتفاعلية، طبعا صح، وبيعمل كل البرامج دي وبيقدر عليها. طيب بعدين بيقول لي دمج الصور يهدف إلى جمع الصورتين معا. أيوة هي عملية الدمج، إن أنت بتدمج الصور مع بعضها، فعشان كده دي بتكون إجابة صحيحة. لا يمكن التواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية، طبعا غلط. ليه؟ لأنك أنت تقدر تتواصل معاهم في أي توقيت، وتقدر تعمل كمان اللي أنت عايزه معاهم. يمكن الاستعانة ببرنامج الجي اي ام بي لقيام بعض المهام ببرنامج الفوتوشوب بشكل مجاني. أيوة طبعا البرنامج موجود بشكل مجاني على الإنترنت، فعشان كده تقدر تستخدمه زي ما أنت عايز. لطباعة ملف باوربوينت بنضغط على تبويب وتصميم اللي هو ديزاين. طبعا غلط، انت لسه هتطبع الملف، فانت بتضغط على طباعة، انت بتضغط على طباعة مش بتضغط على تبويب، لا بتضغط على الطباعة. طيب بعدين على الرغم من أهمية برنامج الجيمب أو الجي أي إم بي ده، إلا أنه يستهلك مساحة كبيرة من محرك الأقراص الصلبة. غلط، هو ما بياخدش مساحة، هو برنامج مهم ومفيد، وفي نفس الوقت ما بيستخدمش مساحة كبيرة. الباوربوينت بقى بيفهمك المادة المعروضة أفضل من النصوص العادية. أيوة لأننا بنقدر نخفي إجابة ونحط إجابة في مكان واحد، يبقى إذن دي هتكون إجابة صحيحة. بعد كده بيقول لي لا يمكن تغيير ألوان المخطط الانسيابي. المخطط الانسيابي تقدر تغير فيه اللون من إدراج، وبتغير اللون زي ما أنت عايز، يبقى الإجابة خاطئة. تساعد التقييمات عبر الانترنت في اتخاذ قرار شراء منتج ما، صح طبعا. ادوات معالجة اللغة توفر المعلومات وتساعد على صياغة الاجابة، اجابة صحيحة. منصات مايكروسوفت تيمز اللي هي بتعمل اجتماعات وبنقدر نشرح عليها، وجوجل ميت نفس الكلام، وزوم متشابهان بشكل كبير. طبعا كلهم متشابهين وكلهم بيأدوا لغرض واحد. دائما توظف نوافذ الدردشة روبوتات المحادثة للرد على الطلبات، طبعا إجابة صحيحة. يمكن شراء الأسهم والسندات في البورصة يعني عبر المواقع الإلكترونية المزيفة، لا طبعا لو مزيفة يبقى أنت هتخسر فلوسك، يبقى لا يمكن عبر المزيفة، لازم تكون مواقع موثوقة ومعروف مكانها والناس اللي شغالين فيها. روبوتات المحادثة هم أشخاص حقيقيين. إزاي يعني حقيقيين وإحنا بنقول روبوتات؟ يبقى الكلام ده غلط. يجب إظهار سلوك راقي وابتسامة دائما أثناء مؤتمر الفيديو. طبعا، أمال أنت هتكشر في وش الناس. بعدين محتوى الويب الثابت هو المحتوى الذي يمكن تغيير بنائه على تفاعلات المستخدم مع التطبيق أو موقع الويب. لا غلط طبعا، هو لا يمكن تغييره. طيب آخر جزئية في صح وغلط 85. يجب على مستخدمي الذكاء الاصطناعي أن يكونوا أخلاقيين ولا يمتلكوا خصوصية الآخرين. أيوة لازم يبقوا عندهم أخلاق وما ينتهكوش خصوصية الآخرين، إجابة صحيحة. عند استخدام نوافذ الدردشة من الضروري التعبير عن طلبك بأقصى قدر من الوضوح والتركيز. لازم ولا بتكلم يبقى الكلام واضح، ويبقى في تركيز ولا بتكلم. أيوة إجابة صحيحة. يجب استخدام كلمة مرور واحدة لكل حساباتك على الإنترنت. لا إجابة خاطئة، ممكن أي حد يقدر يتوقع كلمة المرور الواحدة للحسابات كلها، وبدل ما يسرق حساب واحد يسرق الحسابات كلها، علشان كده لازم تتنوع كلمات المرور. جميع التقييمات عبر الإنترنت مزيفة ومبالغ فيها. لا مش كلها مزيفة، في تقييمات موثوقة، إذن دي هتبقى إجابة خاطئة. يعتمد الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات في حل مشكلات. أيوة طبعا، إجابة صحيحة. استخدام برامج تحرير وتعديل الصور لتغيير الصورة يجعلها تبدو أكثر جاذبية. أيوة برنامج تحرير الصور ونعدلها يجعلها تبدو أكثر جاذبية وتجذب اللي يشوفها، إجابة صحيحة. برنامج جيمب يعد مثلا على برامج تعديل وتحرير الصور. أيوة وهو من البرامج مفتوحة المصدر. تعتمد خدمات المراسلة مثل واتساب على الانترنت لإرسال واستقبال الرسائل. أيوة الواتساب نستخدمه علشان نرسل ونستقبل الرسائل، إجابة صحيحة. لا يمكن الاستعانة بخدمات المراسلة عند التعاون مع زملائك في المشروع جماعي، إجابة خاطئة. ده بالعكس، لازم نستعين بخدمات المراسلة علشان ممكن يدونا معلومة وهتفيدنا في المشروع. شاركت الأناسة ماندهار في تأسيس شركة التكنولوجيا المالية قالوا أيوة شاركت فيها علشان تساعد جمهورية نيبال. يعد نظام التشغيل لينكس
من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر. أيوة ده عائلات مفتوحة المصدر. حديثا أصبح من الممكن شراء تذاكر الرحلات ودفع مقابلها عبر الإنترنت. أيوة طبعا إجابة صحيحة. السؤال التاني، اختر الإجابة الصحيحة. هو البرنامج الذي يدير وظائف الكمبيوتر. اللي بيدير وظائف الكمبيوتر، هل إكسل ولا نظام التشغيل ولا واتساب؟ أكيد نظام التشغيل، لأن هو النظام الأساسي وهو اللي بيدير وظائف الكمبيوتر، النظام الأساسي في الكمبيوتر. يمكن للمعلمين استخدام قواعد البيانات بغرض تخزين أسماء الطلاب ولا تخزين درجات الطلاب، والألف وباء معا. أكيد ألف وباء معا الاتنين. أطلقت مصر أول سيارة تعمل بالنقط محلية الصنع عام 2023 بالبنزين. سيارات مصر كلها بتعمل بالبنزين، بالغاز ما فيش سيارات بتعمل بالغاز أصلا. أكيد الكهرباء. يساعدك برنامج نقط على فهم المواد المعروضة أفضل من النصوص العادية. اللي ايه هو، هل اكسل ولا باوربوينت ولا واتساب؟ اكيد باوربوينت. برنامج نقط يعد الاكثر موثقية لكتابة التقارير. واتساب بيكتب التقارير ولا ادوبي فوتوشوب بيكتب التقارير؟ اكيد مايكروسوفت وورد. يمكن ان يتضمن عرض الباوربوينت التقديم الصور الرسوم المتحركة الاتنين معا الف وباء معا. يمكننا اختيار نوع الخط في برنامج وورد من خلال تويب. ايه هندوس فين علشان نختار نوع الخط، كبير او صغير؟ هندوس على هوم القائمة. يمكن انشاء المخطط الانسيابي من خلال تويب. ايه هندوس ايه علشان ننشئ مخطط انسيابي، هل تحرير ولا ادراج ولا عرض؟ اكيد ادراج. يعتبر برنامج جيمب احد البرامج مفتوحة المصدر لسه جايلينها. بعد انتهاء مؤتمر الفيديو يجب ارسال بريد الكتروني يحتوي على رابط ايه، تسجيل دعوه حذف. اكيد تسجيل للاجتماع. في العرض التقديمي يجب استخدام خط لا يقل حجمه عن ايه، عن 30. رقم 13، مقدمو الخدمات التعليميه تعتبر مصادر المعلومات. يمكن التلاميذ، هل السرقه منها ولا هينسخوا منها ولا هيتعلموا منها؟ اكيد هيتعلموا منها. تساعد شركة نقط الناس على استخدام الخدمات المالية في جمهورية النيبال. التكنولوجيا المالية قالوا اللي شاركت فيها الانسة من اندهار. اوامر تعطى على هيئة جوما لكتابة برامج الكمبيوتر، هل لغة البرمجة ولا لغة التصميم ولا لغة الاشارة؟ اكيد لغة البرمجة. يعد برنامج نقط مثالا على برامج تحرير الصور المكلفة. ادوبي فوتوشوب ولا جيمب ولا واتساب؟ اكيد ادوبي فوتوشوب، هو لان جيمب ده مفتوح المصدر ومجاني، ادوبي فوتوشوب هو المكلف. تستخدم نقط في منع البريد الالكتروني الخطير من الوصول لبياناتك، هل فلاتر البريد الالكتروني، طبقات الملاحة، نوافذ الدردشة؟ فلاتر البريد الالكتروني بتحمي معلوماتك الشخصية من البريد الإلكتروني الخطير من الوصول إليها. تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر على نظام تشغيل، هل ويندوز ولا ماك أوس ولا لينوكس؟ أكيد ويندوز. تبيع الشركات نقط كوسيلة لجمع أموال. السندات، يمكن استخدام خدمات المراسلة على نظام إين دون قيود. يا ترى نظام أندرويد ولا أبل ولا ألف وباء معا؟ ألف وباء معا الاتنين. يعتبر مايكروسوفت تيمز من أشهر منصات إيه؟ الدردشة، مؤتمرات الفيديو، الدردشة تاني، مؤتمرات الفيديو. أكيد إذا كان الجهاز لا يشحن عليك التأكد من إيه إنه بيعمل، هل الإنترنت ماله ومال الشحن؟ لوحة المفاتيح مالها ومال الشحن برضو؟ أكيد كابل الشحن. هناك نقط للانضمام إلى الاجتماع عبر على منصة جوجل ميت. طريقتين جات لنا صح وغلط، كانت طريقة واحدة قلنا إجابة خاطئة، فهي أكيد طريقتين. هو الاستناد إلى الحقيقة وليس على رأي أو وجهات نظر. إيه الحقيقة؟ إن إحنا نستند على الحقيقة وما نعتمدش على رأي أو أي وجهة نظر. أكيد عدم التحيز. لا يجب أن يستخدم الذكاء الاصطناعي في إيه؟ في توفير المعلومات.
ولا في البرامج التعليمية ولا في انتهاك الخصوصية. البرامج التعليمية ده حاجة مفيدة وهتفيد الناس، توفير المعلومات حاجة مفيدة برضه، أكيد انتهاك الخصوصية ودي حاجة ضارة. لإنشاء اجتماع جديد على منصة جوجل ميت نضغط على اختيار ايه؟ نيو فايل ولا منيوت ولا نيو ميتنج؟ أكيد نيو ميتنج يعني اجتماع جديد. للتواصل بشكل رسمي مع مقدمي الخدمات التعليمية يمكنك استخدام ايه؟ البريد الإلكتروني ولا نوافذ الدردشة ولا الاتنين؟ ألف وباء معا. يمكن شراء نقط وإدارتها وبيعها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الموثوق. هنشتري الأسهم ولا السندات ولا الاتنين؟ ألف وباء معا، الاتنين مع بعض. سوق يمكن الأفراد من خلالها شراء الحصص المالية وبيعها. الحصص المالية اللي هي الأسهم، هل البورصة، القرصنة، المنصات التعليمية؟ البورصة. مواقع نقد يستخدمها المستهلكون للمقارنة بين المنتجات من حيث السعر أو الجودة. طالما المقارنة، هل البحث ولا الترصد الاحتيالي؟ أكيد المقارنة الإلكترونية. أي مما يلي لا يعد مثالا على منصات مؤتمرات الفيديو، هل مايكروسوفت تيمز ولا جوجل ميت ولا مايكروسوفت إكسل؟ مايكروسوفت إكسل لا يعد من منصات مؤتمرات الفيديو، اما مايكروسوفت تيمز وجوجل ميت من منصات مؤتمرات الفيديو. يمكن شراء الاسهم والسندات وادارتها وبيعها بسهوله عبر المواقع الالكترونيه الموثوقه مش الاحتياليه. رقم 33، عمليه شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الانترنت. طالما شراء وبيع عبر الانترنت، هل هتوجد القرصنه ولا الاسهم ولا التجاره الالكترونيه؟ التجارة الإلكترونية. ليس أفراد حقيقيين إنما برامج كمبيوتر تعمل بالذكاء الصناعي، أكيد روبوتات المحادثة. رجال الشرطة دي ناس حقيقيين، والمعلمين أشخاص حقيقيين. روبوتات المحادثة هي الأشخاص مش حقيقيين. تستخدم لغة البرمجة نقط لإضافة المحتوى الويب الديناميكي جافا سكريبت، أما ما خدناش HTML لأن محتوى الويب الثابت. أي مما يلي يعد من أخلاقيات مصممي الذكاء الاصطناعي، عدم التحيز ولا التحفظ ولا ألف وباء معا؟ ألف وباء معا. يعتمد الذكاء الاصطناعي على نقط لحل المشكلات واستخدام المنطق واتخاذ القرارات. هل بيعتمد على ايه في حل المشكلات؟ أكيد الخوارزميات. هو مش هيعتمد على الخطوات ولا هيعتمد على الألوان، هيعتمد على الخوارزميات. لتشغيل الصوت أثناء مؤتمر الفيديو أضغط على رمز ايه؟ الميكروفون. أكيد طالما صوت هضغط على الكاميرا ولا الطبعة؟ لا، الميكروفون. في برنامج وورد يمكنك إدراج الصور والروابط من خلال أدوات. طالما هندرج يبقى أدوات التنسيق. هو التكنولوجيا التي تتمكن من استخدام السمات البشرية في حل مشكلات واستخدام المنطق واتخاذ القرارات لأداء المهام. الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا اللي بتتمكن من كده. يمكن لركاب الحافلات الكهربائية الصغيرة جدول رحلتهم عبر ايه؟ عبر الرسائل النصية ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا مكالمات الفيديو؟ اكيد وسائل التواصل الاجتماعي. هو المحتوى الذي يمكن تغييره بناء على تفاعلات المستخدم مع التطبيق او موقع الويب. طالما يمكن تغييره، ينفع المحتوى الويب الثابت؟ لا. طب محتوى جهاز الكمبيوتر؟ لا، أكيد محتوى الويب الديناميكي. استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر مبنية على التحول إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء علشان توفر وتمنع التلوث. أجزاء متساوية تنقسم إليها ملكية الشركة. إيه هو؟ الأسهم. أي مما يلي يعد مثالا على برامج تحرير الصور، مايكروسوفت إكسل ولا مايكروسوفت وورد ولا جيمب؟ جيمبو برنامج مفتوح المصدر وقلناه. يعتبر فتح الجهاز بالتعرف على الواجهة من أدوات أكيد الذكاء الاصطناعي. من أمثلة برامج خدمات المراسلة أكيد واتساب. وورد ده برنامج كتابة الكلمات، وإكسل إنشاء الجدول الحسابي، أكيد واتساب. للتواصل في الوقت نفسه بالصوت والصورة يفضل استخدام هل الرسائل الفورية ولا رسالة نصية ولا منصات مؤتمرات الفيديو؟ منصات مؤتمرات الفيديو. يمكن تثبيت او ازالة البرامج من خلال ايه؟ في نظام تشغيل ويندوز، من خلال تفضيلات النظام ولا لوحة التحكم ولا جوجل بلاي ستور؟ اكيد لوحة التحكم. نوافذ الدردشة على موقع الويب توفر ردود من ايه؟ هل من اشخاص مقربون؟
ولا القراصنة ولا روبوتات المحادثة؟ روبوتات المحادثة. عند تقديم العرض يجب التحدث ايه، بوضوح ولا ببطء ولا الاتنين؟ لازم نتحدث بالاتنين، ببطء وفي نفس الوقت نوضح الكلام. 54. يتيح لك برنامج جيمب تحويل الصور الى نوع اخر، زي هل جيبي ولا بي دي اف ولا الف وباء معن الف وباء معن الاثنين. جيمب يحول الصور للاثنين. تغيير الالوان بالمخطط الانسيابي، نختار ايه، سمارت ارت ولا عرض ولا الرئيسية؟ تصميم سمارت ارت. رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا المالية ومستكشفة في ناشونال جيوغرافيك، سونيكا مانندهار. لإنشاء صيغة في برنامج إكسل عليك كتابة إيه في الخلية؟ هل هنكتب ناقص ولا يساوي ولا شرطة؟ يساوي. ينسق ويدير الاتصال بين الأجهزة والبرامج، إيه اللي بينسق ويدير الاتصال؟ هل الفأرة ولا الطابعة ولا نظام التشغيل؟ أكيد نظام التشغيل هو اللي ينسق ويدير الاتصال بين الأجهزة، وهو الجهاز الأساسي في الكمبيوتر. يمكننا دفع الفواتير إيه عن طريق خدمات محفظة الهواتف المحمولة؟ الغاز، الكهرباء، ألف وباء معًا، ألف وباء معًا الاتنين عن طريق محفظة الهواتف المحمولة. يشيع استخدام نظام ويندوز فين؟ هل يشيع في يعني ينتشر في المدارس ولا في المؤسسات ولا الاثنين؟ الألف وباء مع المدارس والمؤسسات. أي مما يلي لا يعد مثالا على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية؟ إيه اللي بنستخدمه في الهواتف الذكية؟ هل ويندوز ولا أندرويد ولا أي أو إس؟ ويندوز لا يعد. أما اللي بنستخدمه أندرويد وأي أو إس في تشغيل الهواتف الذكية. يمكن تثبيت أو إزالة البرامج من خلال إيه في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد؟ تفضيلات النظام ولا لوحة التحكم ولا جوجل بلاي ستور؟ جوجل بلاي ستور. نثبت أو نزيل برامج. أرادت الأنسة سونيكا من اندهار تحسين البيئة المحلية في جمهورية إيه؟ النيبال. في برنامج جيمب يمكنك جعل الصور تبدو وكأنها تتحرك من خلال خاصية تغيير الخلفية ولا ضبابية الحركة ولا دمج الصور طالما تتحرك؟ أكيد ضبابية الحركة. أي مما يلي يعد أحد مميزات برنامج جيمب؟ فعال وخفيف ولا يدعم مختلف أنواع الصور ولا الاتنين؟ ألف وباء مع ميزة موجة الصورة ببرنامج جيمب تساعدك على تغيير خلفية الصورة. اللي يساعد على تغيير خلفية الصورة، هل تحسين الصورة ولا دمج الصور ولا المؤثرات الخاصة؟ تحسين الصور. يمكن إضافة أعمدة إضافية إلى قاعدة البيانات عن طريق تويب إيه؟ هل عرض ولا إدراج ولا الرئيسية؟ إدراج عن طريق تويب إدراج. يوضح إيه سلسلة من الخطوات، هل المخطط التصاعدي ولا الانسيابي ولا المخطط المتعرج؟ أكيد المخطط الانسيابي، التصاعدي والمتعرج ده مش علينا، فالمخطط الانسيابي. أي مما يلي لا يعد من مقدمين الخدمات التعليمية؟ أكيد الفيسبوك، مكتبة الإسكندرية، دي من مقدمي الخدمات التعليمية، هي وبنك المعرفة المصري، فأكيد الفيسبوك. محاولة فتح الملف باستخدام برنامج آخر هي إحدى حلول مشكلة إيه؟ ملف تالف ولا جهاز لا يشحن ولا حذف ملف بالخطأ؟ ملف تالف. لما الملف تالف ومش راضي يفتح، نفتحه باستخدام برامج أخرى. يستخدم المستهلكون ذوي الخبرة أدوات موجز لمساعدة في اتخاذ القرارات شراء المنتجات الأفضل لهم. البحث التكنولوجي، معالجة اللغة، التصميم. أكيد البحث التكنولوجي. استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور إحدى حلول جهاز لا يشحن، ملف تالف، نسيان كلمة المرور. نسيان كلمات المرور طالما هي كلمات مرور، إدارة كلمات مرور يبقى نسيان كلمة المرور. هو المحتوى الذي يوضع ويظل على حاله لكل مستخدم يزور الموقع الويب. هو الذي يوضع ويظل على حاله يعني ما يتغيرش. محتوى الويب الثابت من اسمه ثابت، يعني مش بيتحرك، ثابت. هي أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المجتمع على الاستفادة منه. أكيد الإفادة.
الأدوات الأساسية التي تقدمها منصات مؤتمرات الفيديو، هل هي متشابهة ولا مختلفة ولا مميزة؟ متشابهة، كل مما يلي من أدوات البحث التكنولوجي ما عدا محركات البحث والمواقع المقارنة الإلكترونية ولا الأسهم. أكيد الأسهم. في حالة تواصلك مع مقدمي الخدمات التعليمية يفضل أن تكون رسالتك رسمية، لازم تكون رسمية طالما أنت هتتواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية، يعني هيدوك معلومات يوجد بطريقة رسمية. يشمل مقدمي الخدمات التعليمية المكتبات عبر الإنترنت والمواقع النشر التعليمية والألف وباء معا. ألف وباء معا، المكتبات ومواقع النشر عند استخدام نقط يجب الوضوح والتركيز على الطلب وإلا لن تحصل على استجابة دقيقة. لما نستخدم ايه لازم نوضح ونركز على الطلب ده اللي احنا عايزينه وإلا مش هنحصل عليه. نوافذ الدردشة، لما نستخدم نوافذ الدردشة. يستخدم المستهلكون موقع المقارنة الإلكترونية للمقارنة بين المنتجات من حيث السعر ولا الجودة ولا ألف وباء معا. ألف وباء معا. قبل التواصل عبر مؤتمرات الفيديو يجب التحقق من الاتصال بالإنترنت ولا البرمجيات المستخدمة ولا ألف وباء معا. الاتصال أهم حاجة، بعدين البرمجيات المستخدمة، يبقى ألف وباء معا. أي مما يلي لا يعد من أدوات الذكاء الاصطناعي، اللي مش بيعد من أدوات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الملاحة لا من أدوات الذكاء الاصطناعي، فلاتر البريد الإلكتروني من أدوات الذكاء الاصطناعي، يبقى أكيد برنامج واتساب. عند تصميم العرض التقديمي يجب عليك معاينة العرض قبل ما تحذفه ولا قبل ما تطبعه ولا قبل ما تكتبه، أكيد قبل الطباعة. أي مما يلي يعد من عائلة نظام التشغيل لينكس، فيدورا، لينكس مين؟ ألف وباء معا. ألف وباء معا، يبقى من نظام التشغيل ده لينكس مفتوح المصدر من عائلته فيدورا ولينكس مينت. من المتوقع أن تصل سرعة السيارة الكهربائية المصرية المحلية الصن إلى سرعة كم كيلومتر في الساعة؟ 60 كيلومتر في الساعة. رقم 87، لتحرير وتعديل الصور بشكل مجاني يمكنك الاستعانة ببرنامج أدوبي فوتوشوب اللي هو مكلف ولا جيمب مفتوح المصدر ولا واتساب؟ جيمب مفتوح المصدر. في برنامج باوربوينت يتم تغيير حجم الشريحة من خلال تويب إدراج تصميم ملف تصميم. علشان أغير حجم الشريحة نختار تويب تصميم. نستخدم خاصية موجة ببرنامج جيمب لجعل الصورتين معا تبدو صورة واحدة. خاصية لما ندمج صورتين تبقوا صورة واحدة، أكيد دمج الصور طالما احنا هندمجهم مع بعض يبقوا صورة واحدة، يبقى دمج الصور. لتقليل الانبعاثات الكربونية فكرت الآنسة من انظهار الاعتماد على الحافلات التي تعمل بالكهرباء ولا تعمل بالبنزين ولا تعمل بالغاز؟ تعمل بالكهرباء. نظام ايه يعمل على اجهزه الكمبيوتر؟ ماك نوتس. نظام ماك اوس. يمكن لسائقي الحافلات تصديق قروضهم للمان بشكل شهري. توفر العديد من شركات النقل خدمه موجات والتي تتيح تامين خدمات سريعه لعدد كبير من الاشخاص في الوقت نفسه. تدفع رحلات عبر الانترنت ولا الدفع النقدي في المحطات ولا الدفع عند الوصول الى الوجهة؟ اكيد جدولة الرحلات عبر الانترنت. يمكن لسائقي الحافلات في النيبال تحديث حافلاتهم عن طريق تركيب بطاريات طويلة الامد ولا تركيب بطاريات قصيرة الامد ولا تغيير لون الاطارات؟ اكيد تركيب بطاريات طويلة الامد. تطبيق ايه هو تطبيق مصمم لتخزين الاموال عليه؟ هل جيمس كارد ولا يوتيوب ولا محفظة الهواتف المحمولة؟ أكيد محفظة الهواتف المحمولة. التبويب نقط يمكن استخدامه للاختيار من بين خيارات التخطيط المتوفرة في برنامج وورد. التبويب لايوت. لإضافة صور للتقرير في برنامج وورد نضغط على التبويب لايوت. هوم انسيرت. أكيد انسيرت. يستخدم برنامج لتقديم عروض تقديمية، ايه اللي هنا بيقدم عروض تقديمية؟ هل الواتساب، اكسل ولا باوربوينت؟
أكيد باور بوينت لحفظ ملف العرض التقديمي. يجب الضغط على إيه عشان نحفظه؟ ندوس إدراج، تصميم، حفظ باسم. أكيد حفظ باسم. وبكده نبقى خلصنا إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.